اللي حصل ست ابنها عنده مرض نفسي او ما بيتكلمش، ست من العمرانيه، راحت للمستشفى، بعدين حصل لها مشكله، جاب الدجال. الدجال ده عمل ايه؟ عمل معها علاقه قاسمه، حاول تخلص منه، ما فيش، الله فضحك. انا مش بدافع عنها، لكن المشكله اقول ايه؟ ايه اللي حصل لنا؟ ايه يا ستي؟ ايه اللي عملتيه ده؟ هو القتل كده بقى سهل؟ روح بلغ عليه. راحت موتة الدجال ده، وكلمت اختها الحقيني، جه خطيب اختها، راح فاصل راس الراجل دوت الدجال حسب كلامها، وراح الساعة 11 الصبح شايلينه ورايحين المرطية وعايزين يحطوه في الترعة. ده هطل. ايه اللي وصلنا لكده؟ ازاي تخش في علاقات كده؟ مفيش حد يخش بيتك ولا بيتك، زوجك معاك، ابنك مريض، روح المستشفى. ده الجهل بعينه. هنا فين المسجد؟ هنا فين قادة المجتمع؟ ما تسيبوش شارع فيه دجال، ما تسيبوش حارة فيها نصاب. الست دي مثال للجهل والفقر والمرض. دي قضية رأي عام، دي قضية بنقدمها للناس يحللوا لنا ايه اللي حصل، وازاي خطيب اختها ده جه في ثانية وسمع كلامها وراح فاصل رأس الدجال ده، ومازلين بالشوال الساعة 11 الصبح. طبعا انا بشكر الاهالي وده الوعي، بس ايه اللي حصل لنا في المجتمع؟ الست رمت انبوبة البوتاجاز، اللي راكب القطر، ايه ده؟ في ايه يا جماعه؟ ارجع للايه القرانيه، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. لازم نتفكر. وارجوكم، الناس اللي في الحواري والشوارع دي طلعت مبدعين، طلعت علماء، وفي حد حاطط في السماء كده في جهل نزل علينا؟ هل فجاه بقى في اسحار علينا؟ هل فجاه في ماسوره فتحت باستهتار وعدم تقدير للنفس؟ ده من قلبي بقدمه للمسؤول، تشديد العقوبات. موضوع الدجل ده شددوه، احنا ضد العنف وضد الجهل ايضا. ده النهارده والرئيس بيتكلم على انطلاق التأمين الصحي في بورسعيد، انا فرحان، انا سعيد، احنا دخلنا مرحلة جديدة. انت ما تروحش لأي حد، بالكارنيه بتاعك تروح المستشفى تتعالج، عندك ورم بسيط كبير، عندك اي حاجه، انت بتخش مرحله جديده. هنخشها ازاي بهذه الامراض؟ هجيب فلوس منين لده؟ والمخدرات وحاجات كتيره. محتاجين وقفه مع النفس. شوف الست وهي بتتكلم، دي مواطنه مصريه، ايه اللي وصلها كده؟ ده الجهل، ده الاعلام، ده الهبوط في الذوق، ده انعدام الدين. تعالوا نشوف ضحية المريوطية، تعالوا معانا. بيهجم علينا. مين ده؟ بيهجم عليا. اللي في الشكارة اللي متوه ده مين؟ هو بيهجم عليا، هو اللي عمله. بتقولي لي ده، بتقولي لي ده. رامين حاجة في شكارة كبيرة وجري، هم شفناهم طلعوا جري، ده رقم بالعربية فلت عليه. قتل واحد يا ابني. ارفع وشك كده يا ابني. قتلوه لسه هتموت. ارفع وشك يا اسطى. طب هقولك قولي. طيب هو هجم علينا. هجم عليك، كان عايز يقتل عيالي. انتوا قاتلينه؟ هو اللي عمل كده والله. السكينه كانت عامله كده. طب مش هانهم بقى، وقفهم عليها واتصل بالشرطه. احنا ما نعرفش، ده حضرتك بنجري بالصوت. موقف يقلب. بس بس بس.